بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس رقم 64 من مجالس الفقه المالكي. وقيت سيمليليث ثيس 64 في الفقه المالكي في مسجد التقوى بذراع بن خداع تيزي وزو الجزائر. نبض إلى موضوع الميراث في الفقه المالكي، ندرسوا فيه زوج نقاط. النقطة الأولى نقرأ فيه التركة، ندور عليها. النقطة الثانية نتكلموا على أصناف الورثة. هذه هي المسألتان، يعني مسألتان يعالجهما في مجلس اليوم. أنفذوا ستركة. ذا شو التركة؟ بدل التركة يعني ما تركه المورث، تعريف بسيط. أين ديجا وين يموثني اسم ستركة؟ تركة استقبالي استعرف التركة نمسفة بلا ما ندخل في التفاصيل اللغوية وكذا. نروحوا، قلت لكم الموضوع هنا ما نفصلش فيه. عندنا هذه المادة تدرس في مسجد أبي يعلى الزواوي، ذينا في علم الفرائض، يعني ثمان ديور التفاصيل. أبي يعلى الزواوي في المدينة الجديدة نوفيل فيل تيزي وزو. لذلك هنا في الفقه المالكي مسجد التقوى ذراع بن خداع ذكروا كما يقولوا المسائل الكبرى لي غروند ليني يعني، ولكنها مهمة. زيد إذن التركة ما تركه المورث، ما خلفه المورث. ولكن ما هي مشتملات التركة؟ ما هي مكون التركة؟ يعني ذا شو ثنت ثمسال أريت ورثن، ذا شو ثنت ثمسال أريت ورثن. ما هي المسألة التي تورث؟ مثلا واحد يكون إمام استغزي العمر اسكي يموت بعد طول عمر وصلاح العمل باش ما يتقلقوش الأئمة، هل يجي وليده يقول لك أنا ندير كلش؟ قولوا لا، الإمامة تكتسب. حبيت تورثها ورثها بالخدمة، لك معايا تورثها بالخدمة. خاطر لو كان تندار بالميراث ميم القاضي، قاضي كيموت، قاضي مات، يجي وليده يلبس البالطو الكحل يروح حكمات المحكمة، شكون انت؟ يقول انا وليد القاضي. قول له لا لا ما تورثش، هذه امور تسمى الولايات، الولايات لا تورث، لا تورث. ما يعتمد على المقومات الذاتية، الحضانة، الحضانة موجودة، الحضانة كاين ترتيب الحواضن، ماشي كي تموت الحاضنة يجيب بنتها لا 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 خطي، كاين ترتيب، لازم مراعاة الترتيب. هذه أمور معنوية لا تورث، ما تورثش، بل هي متروكة للناس جميعا. يكون عندك بابك إمام حفظ القرآن ما شاء الله وكذا، احنا كامل نقتديو به، ماشي غير انت وحدك، الشيخ ماشي انت أولادك برك، انت كامل الناس يقولوا بلي هذا إمام يقتدي بك ويقرأ ويتعلم. حبيت تولي أقل القرآن ودير كذا كذا، تولي يكون عندك لو تيتر إمام، تولي قادر تؤم الناس. إذن هذه المسائل وغيرها الولايات هذه ليست من مشتملات التركة وتورثنا لشغلين. إما إلا التي تورث، أول شيء يورث هي المنقولات، باللغة المعاصرة سنسمي المنقولات. ما دي المنقولات؟ أذريم، هذه شم دي تركة. الأشياء، طوموبيل، تراكتور، كاميون، تجي كلها منقولات. ثغوسي وينا كين دوني في ماشينين، كل هذه منقولات.
وكاين ومقار العقارات يخمن أكل في حونة في زمرين في كذا، كلها عقارات ثابتة تحنوس تمكانيس هكا سمور تزمور ضخم وجيو كتورثني كوكوكو. هذه تورث، كاين حاجة أخرى تورث، إيه هي؟ ما يسمى بالحقوق المالية المحضة اللي هي الديون لدى الغير. يعني باباك يسال دراهم للناس، عنده شركة إما للناس ولا المؤسسات، خدم مع البلدية، خدم مع الولاية، خدم مع مؤسسات أخرى عمومية وسلف دراهم للناس وكذا. نهار اللي يموت باباك أنت اللي زرتي الورثة، يعطيو لك الوكالة بروكاراسيو، تروح لهم تقول بابا مات أنا إريتي وارث لزيرتي الورثة، عطوا لي وكالة بروكاراسيو طبقا للقانون 6558 للوا 6558. يعني يلا خلصوني برك، ما يقدرش يقول لك انت ما نعرفكش. ايه انت ما تعرفنيش، دروك تعرفني لانني وارث. فهمت المساله؟ خاطر موري مثرى كيني ما نعرفك ما تعرفني، بابك هو اللي يجي. ولكن عندك الصفه الان، تملك الصفه، كونك تملك الصفه تتقدم امام الجهات المدينة لتطالب بالحقوق المالية المحضة، هكذا تسمى حقوق مالية محضة، ديون لدى الغير. نمسفهم خطر ذغ العكس صحيح، سنتحدث عنه بعدين. إذا كان المورث ترك دينا لابد أن يسدد هذا الدين من تركته، هذا هو الأصل، لا تركة إلا بعد سداد الديون. ولكن إذا كان هو اللي سال، يأتي الورثة أو أحدهم بوكالة فيتقدم أمام المدينين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، ويملك الصفة الشرعية والقانونية للمطالبة باسترداد وبسداد الديون. إذن لذلك هذه تدخل في الميراث. هذيك الشمد أين ديجا الطلابة رويض أدسن الورثة أدوينا كوين يتوالاس أين يتسالاس وين سنموثن أم بعد تفضون ذي التركة. هذا مما يدخل في مكونات التركة. دمس فهم؟ المال الحلال والمشي هو لذلك هنا مشكلة كبيرة. ممكن واحد يجيب المال من الحرام لوال الأولاد يغلثوه وهو يخلص. علاش درك هذه واعرة بزاف؟ سؤال مهم بارك الله فيك. يقدر واحد يكسب أموال من الحرام، يلا خلى 10 ملاير 7 ملاير كاع حرام، ولكن ولادو ما على بالهمش يديو 10 ملاير، هما ينتفعوا وهو يخلصها لهيه في الآخرة. ولكن إذا كان عرفوا الحرام، خاطر كاين الأولاد اللي عارفين يقول لك بابا نعرفوا شوية من الحرام شوية من الحلال، الأولاد اللي يخافوا ربي يصفيوا هذه التركة، التخلص من المال الحرام لازم يصفيوه يتخلصوا منه. واش يديروا به؟ يمدوه للفقراء والمساكين وبلا ما يخبرهم ما يقولهمش هذا حرام اللي جاب. علاه صفي هذيك الفقير يقولك باللي
اسم الحرم كاع نتاعكم نجيبوا لعندنا باش نراعي مشاعر. اتونسيون اتونسيون، واحد يراعي مشاعر الناس. هذا الانسان فقير ولكن عنده كرامه. ايه دي فوا ميم تجيب فوائد ربويه لي زانتيري بونكير بلا ما. هذا موضوع خايف ندخل فيه هذه ما نخرج. صافي اجبت عن هذا السؤال وبارك الله فيك. لماذا؟ لانه الاولاد ولا الورثه، نقول ورثه، لازم يكونوا حريصين على تصفيه تركه باباهم او المورث نتاعهم. وربي الدريا تني قارن الدريا الحلال الدريا تسقوض من ربي الى قد الزيزدين ذاش تركه باب السن اين لند الحلال اثورثا اثفظون الفريضه اين لند الحرام اذذاذ فلس وثفكن يجليل اي مغذان بلا مخبرنتن بلا من الناس ثن غجد الحرام اكن فك اذري من الحرام خاطي خاطي ولا قرد السلوغن ولو ننسن غث نسنغنين نمسح. اذا من مشتملات التاركه الحقوق الماليه المحضه اللي هي الدول. كاين حاجه اخرى ايضا تورث، ما هي؟ هي حقوق الارتفاق. هذه مهمه وخطيره. ما معنى حقوق الارتفاق؟ وقد قلت لكم منهجيا لا افصل في الموضوع لوجود حلقه علميه متخصصه في الموضوع بمسجد ابي على الزواوي بالمدينه الجديده. شو المعنى؟ مثلا باباك كان الجار نتاعو اعطالو طريق، اعطالو طريق يفوت منه باش يخرج للطريق الكبيره، طراب نتاع من؟ نتاع الجار. الجار اعطى الطريق الباباك في حياته يفوت منه، اما بتراكتور ولا بزيله ولا. النهار اللي يموت باباك الجار يزرب يغلق طريق. وكاين داروها، كي يجيو الاولاد مساكن يدخلوا ولا الورثه يقول لهم الجار خلاص سي فيني، كي كان باباكم مديتوا لباباكم باباكم مات ظرك شوفوا منين تفوتوا، قولوا له هذا ورثناه حق ارتفاق. هذا يسمى حق ارتفاق. مديتوا البابانا درك انتقل لينا حنا الورثة نتاعو. أنا قلت هك باش ما نغلطوش. ميلا فافاك الجاري سيفكايا سافري دي تاع ديسيكس دي دونيثيس مريم فافاك الجاريس يغلد الجار نون وريلا قرد يغلق فريد اثي زرفا كينين كفكيختي فافاثون. فقط حقوق ارتفاق تنتقل من المورث الى الوراثات. الى ذاغ هناك أمور أخرى أيضا تدخل في مشتملات التاركة، منها ذا شوت ما إلا سمحتي بافثون كان يدير مفاوضات باش يشري مثلا قطعة أرض ينيغوسي. واش كان يقول صاحب الأرض؟ يقول له نشري منك 600 متر ولكن هذه كلي قريبة للطريق، قريبة للطريق الطريق العمومي. يقول خطر أنا عندي نية ندير فيها تجارة، ندير فيها حوانت، ندير كذا. واتفقوا هذا الحق مكتسب، باباك استفاده من خلال التفاوض بينه وبين البائع، متفاهمين؟
قبل ما يوفيسياليزي وكما نقولوا الرومية درناها بالعربية، قبل ما يرسموا هذا الأمر مات الأب. يجي هذاك الإنسان يقول لكم بعد الجنازة، يقول لكم أنا بصراحة باباكم بعت له 600 متر يديكم لكاش جبل هكذا، يقول لكم هاي 600 متر. قولوا حبس حنايا عندنا السلطة اللي عندو بابانا درك، تعطينا 600 متر قريبة من الطريق. يقول كيفاه وكيف؟ قولوا هكذا، ما تعطيناش 600 متر في مكان بعيد. يقول لك كيف؟ قولوا الشريعة تقول هذه تسمى بحاجة مرتبطة بالأعيان. شكون يقولها لي؟ خيارات الأعيان، خيارات الأعيان. بمعنى بابانا تفاهم معك يدي يشري 600 متر قريبة من الطريق الكبيرة، ثم اللي ندي وحنا ما تديناش الحاجة بعيدة المكان بعيد، لأنه عنده غرض تجاري باش يدير فيها تجارة، ماشي باش يدير فيها حديقة وبحيرة يحفر فيها البير. فبالتالي إذا كان ما حبش عندكم حق الفسخ. ما يقولكش خلاص الله يربح مع بابك، لا قولوا نحبسوا هنا. خيار الوصف المرغوب فيه، هذه كلها خيارات الأعيان. خيار الوصف المرغوب فيه، اتفاهم باش يباع له طوموبيل مثلا كذا وكذا، بلا ما نقول أنواع الطوموبيلات، لا كولور كذا وكذا إلى آخره. وبعدين كيسمع باباك مات يبعث كاش طوموبيل، يبعثها لك في البابور. قولوا لا طوموبيل هذه ما نقبلهاش. لماذا؟ لأنه كان اتفاق بينك وبينه. هذه تسمى خيارات الأعيان. هو خير، حنا يكون عندنا نفس الاختيار، لو ميم بوفوار، نفس. هذه مسائل دقيقة عالجها الفقه الإسلامي قبل وجود هذه الدنيا كامل، يعني القوانين وكذا، القوانين كلها راحت للشريعة، ما حبوش برك يستعرفوا. كما القانون المدني الفرنسي، لو كود سيفيل فرنسي، منين جابوه؟ من الفقه المالكي اللي جابوه. كثير من المواد الأصول راهي كاع بالفقه المالكي. ادركوا لو كود سيفيل فرنسي، القانون المدني الفرنسي هو المرجع رقم واحد في العالم. مالوريزمون للأسف قوانين الأمة الإسلامية جابوها كاع من القانون الفرنسي، إلا الاستثناءات، يعني بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا. عندي إشراف على رسالة الدكتوراه في باريس في فرنسا، إن شاء الله تتناقش كي كتب ربي. بروموتور الوحدة ثم مرأة الله يبارك جزائرية شاطرة ذكية، قلت لها خيري هذا العنوان وقبلوه، والحمد لله، يعني هذا إنجاز قبلوه تحت عنوان، معليش نقول حتى العنوان، أثر الفقه الإسلامي في المنظومة القانونية الفرنسية. أثر، وبعدين في الأخير نبينوا بالفقه المالكي للزومبرانت، البصمات نتاع الفقه المالكي فيه، ولكن هما ما يديروش الإشارة. فقهاء القانون الفرنسي القدم اعترفوا، قدمة الجدد هذو شغل الكود سيفيل الفرنسي نتاعنا وخلاص، وهي بضاعتنا ردت إلينا في شكل آخر. هذه بارونتيز، هذا فصل أو كما يقولوا قوسا. بعد هذا القوسين هذو نروح الآن إلى، ذكرت الآن خيارات الأعيان، خيار الشرط، خيار الوصف المرغب فيه، خيار العيب إلى آخره. ذرك الروح، هذه كلها مشتملات التركة كما قلنا. أما المسائل التي تعتمد على المقومات الذاتية للشخص فلا تنتقل. ذكرنا أنموذجا، قلنا أو نماذج، الإمامة لا تنتقل،
إذا كان أبوك مورثك إماما لا يحق لك أن تؤم الناس مباشرة بعد وفاته، لا يمكن، ما تقدرش، هذه وظيفة، هذه رسالة مش نتاعك، إلا إذا كنتها باستحقاق. إذا كان أبوك قاضيا ماشي كيموت تلبس البلطو نتاعو، بلطو الكحل، تقول لهم أنا اليوم أنا اللي نفري القضايا، لأنه بابا البلطو تديه، البلطو نتاعك تقدروا تخليه سوفونير عندكم، سوفونير. أما إذا واحد منكم ولا جوج عادي، ثم رحمة ربي، يتنازلوا له الورثة بالبلطو هذا عادي. هذه تسمى المقوى، الحضانة وغيرها من المسائل، أو مسائل الولايات، هذه لا تنتقل لأنها تعتمد على المقومات الذاتية للمورث. في كذا يكون فراثنت ذاين، هذه كلها متعلقة. التركة واضحة، فرات يلا. مات المورث، يموث الفلاسية فوربي، كي مات لازم تديروا حصر التركة، حصر جرد، ديروا الانفونتير، انظر شو ديجا، بدا يجبد، هذا يروح لي كونت، يجيب لي كونت في البنوك، في المؤسسات، هذا اللي عنده تراكتور، اللي عنده طوموبيل، دراهم وكذا، اللي يسلو، جمعوا كاع التركه. أسيد جمعمياك، ولا يجوز لاحد الورثه ان يخبئ شيئا يعلمه، ولا قرا يونسي الورثه غادي يفر، بلك بابا سجايا سيدريمان ذلمانا خاطي، إلى قال كل شدير صار في الطابلة. ذلك السادة الفقهاء المالكية الله يرحمهم كي ناقشوا هذه المسائل، واحد مناقشة رائعة جدا، ربحا فقط للزمن، وإذا فصلنا فيها تفصيلا. كي تقرأ مثلا في المدونة، المدونة وهي منبع من منابع الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي خصوصا، يدخلك في واحد التفاصيل، لو أن الوارث دار كذا، لو أن كذا، إذا كان خلا دين، إذا كان خلا وصية، إذا كان، يجيب لك الاحتمالات، كاستيون ريبونس، سؤال جواب، سؤال جواب. فقيل المدونة، إذا رحنا مثلا للذخيرة، مثلا الذخيرة لمن؟ لشهاب الدين القرافي، الإمام القرافي، الذخيرة في فروع المالكية في الصفحة 141 وما بعدها. الإمام القرافي مات في سنة 684 للهجرة، الإمام القرافي توفي سنة 684 للهجرة، يمان يقمو 684 للهجرة. كتاب القرافي، كتاب الذخيرة، الصفحة 141 وما بعدها، مثلا يقول لك العنوان كتاب الفرائض والمواريث، قلنا هذا سابقا في لقائنا السابق، العناوين يختلف السادة المالكية ولكن المضمون هو هو، وكل واحد تلقى فيه اللمسة نتاعو. دار عنوان اسمه كتاب في الفرائض والمواريث، هذا هو العنوان. وبعدين يبدأ أبواب، الباب الأول أسباب، في أسباب التوارث، هذا هو العنوان الأول، أسباب التوارث يذكرها. من ضمن أسباب التوارث اللي هو القرابة، كيفاش واحد يورث لازم يكون قريب. الزوجية، تجي الزوجة تقول لك أنا نورث، تقول أنت واش تكوني؟ تقول أنا زوجته، خلاص جات. يجي واحد يقول لك أنا، تجي واحد تقول لك أنا بنته، توري لك تدي. إذا كان خلى بنت تقول إيه البنت، يديو في زوج. إذا كان جاء الإبن، وهكذا، معناه لازم يكون قرابة. وفيه تفاصيل ذكرها الإمام القرافي تحت هذا العنوان، العنوان الأول، كتاب الأول، الباب الأول اسمه في أسباب التوارث. الباب الثاني في الكتاب في شروط التوريث، اذكر شروط التوريث. الشرط الأول وفاة المورث، ما تقدرش تورث واحد وهو حي، هي ونوري ورثي وننسى تسيدير، لاني مولا انا كي نامك اي تورث انك تسيديره، تورثني وانا حي. وكان بعض الاولاد واعرين، باش انتم خاطيكم، مي كان اولاد واعرين، انا عميه يروحوا لباباه يقول يا بابا انا
انت جبت اللي انت ريت، يلا باساسيون كونسي ارواح اعطينا واش عندك. على قلت خلاص وكذا، هو يقدر الله يبارك يجيري، مازال يجيري كاع الجزائر ماشي غير تريكا، ولكن ولادو داروا به وكاين اللي وصلوا، كاين ربي يهديهم ويهدينا. لذلك الشرع يقول وقتاش نتكلموا على الميراث، هاو ارجع الكتاب هذا نتاع الذخيره، روح العنوان الباب هذا الباب الثاني تلقى في شروط التوريث قراها، يقول لك الشرط الاول لازم يموت، لازم يموت وفاه المورث، ولكن اعطى تفاصيل، قال لك اما الوفاه تكون حقيقيه او حكميه. الوفاه الحقيقيه كي يموت باباك وباباك شفته ودفنته صليت عليه ودفنته، باين حقيقيه. ذش واش هي الوفاه الحكميه؟ الوفاه الحكميه كي يكون يروح ما ظهر عليه حتى خبر، شحال تستناو؟ عام عامين ثلاثه اربعه خمسه سته، شحال نستناو؟ 100 سنه؟ لا لا، او الشريعه تعطي تلك الحلول، كاين اوقات معينه. درك الان قانون تبنى راي من الاراء الفقهيه اللي قال لك اربع سنوات، اربع سنين اذا كان لم تظهر عليه علامه من علامات الحياه، ماشي كي يغيب برك تبغى تقسم، لا لا لازم ما عنده حتى علامات الحياه. وينور يزري ولا شويه يزران ولا شويه ولان يضاع يروح ونزرالا، انا قيمه سكو ساعه ماهين ثلاثه اربعه بعد اربع سنوات اذا كان في الظروف الاستثنائيه كما قال القانون، هنا حسمها المساله في القانون، اذا كان ظروف استثنائيه اربع سنوات، اذا كان ظروف عاديه القاضي عنده سلطه تقديريه ممكن يزيد بلا ما تدخلوا في التفاصيل القانونيه، لانه القانون عنده الحق يختار رايا فقهيا معينا. هذه مساله اخرى، ممكن واحد يقول لك عليها، نقول لك عليها في الفتوى وي، ولكن في القانون القانون يحسم. درك الان نقول لك المفتي نفتي لك، نوسع لك كيما حبيت في اطار الفقه، مي تقول القانون نقول لك لا لوا 94 لارتيكل كذا وكذا نجيب لك ونقول لك واش يقول القانون، تروح لا جوستيس يحكم بهذا القانون، لأن مسألة حسم فيها القانون، لو كان لم يحسم فيها هنا ترجع المادة 222 لارتيكل 222 من القانون المذكور، كل ما لم يرد النص هكذا، كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. نغلق القوس، نمس فهمت وريث مثلا نناد باللي إلاق في شروط التوريث لازم الشرط الأول الوفاة الحقيقية والحكمية، الشرط الثاني هو هو حياة الوارث، الوارث اللي يورث لازم يكون حي حقيقة أو حكما، كيف كيف الحياة الحقيقية هم الأولاد اللي الورثة اللي راهم موجودين، الحكمية كي يكون جنين في بطن أمه الجنين يورث ولا المفقود الغائب قبل إصدار الحكم بالوفاة الحكمية نستصحب حياته. أنا نزقيو لواحد الباب في الأصول قولوا أرواح اسمه باب الاستصحاب، إبقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل الذي يثبت خلافه، قواعد الاستصحاب. الشريعة والله من أعظم، واش نقول لك ما كاش كما هي خلاص، هذا ما كاش. بالمناسبة بين قوسين كاين علماء كبار في القانون، كبار كبار علماء يعني جبال، كي قرأوا الفقه الإسلامي يقولوا يا سعدكم يا سعدكم عندكم ثروة قانونية زاخرة، هم يقولوا هكا. ممكن يلقوا الاختلافات الفقهية، قال لك عندكم زهر أنه كان اختلافات فقهية، معناه الجوريست هذاك القانوني عنده مجال للتحرك. حنا ممكن تلقى واحد مسلم بسم الله ما شاء الله كي يسمع الشيخ يقول اختلف الفقهاء يقول ثاني زادوا اختلفوا، مسكين ما فهمش ويقول لك علاش اختلفوا. يا ولدي كي تقرا تفهم علاش اختلفوا وستفرح، تفرح لان اختلافهم فيه رحمه ورحمه كبيره. يلا اذا
كنا نقولوا فكروني وين وصلنا، دخلت كثر الأقواس. الشرط الثاني الحياة، حياة الوارث حقيقة أو حكما، مسفهم خطر ولا ظلوفان ذي ثابت قماس يسعى غزال يارث عن طريق الميراث بالتقدير. ها واحد ما تخلى زوجته ولا كذا أونسانت، يعني خطر ممكن تكون زوجته حامل، ممكن أحيانا تكون يما حامل من باباه، يعني كاين بزاف. ممكن زوجة خوه حامل كيكون ابن أشخيص، كاين تفاصيل ونديرهم بعد لي بروبابيليتي احتمالات. ما تقوليش ليكوغرافية، لا 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 خطيك، ماشي ليكوغرافية، لا 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 خطيك، سمحوا لي للميدسان، سمحوا لي، لا 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 بلا عقل، روح غير بالعقل نتفاهموا، بالقدرة نحترموا جميع الأطباء ونروح بالعقل. ديروا الفرضيات، قد يكون ابنا يون، قد يكون بنتا، قد يكون بنتين، ممكن ابنين، ممكن ابن بنت، ابن بنت وابن. ديروا كاع الاحتمالات، وهنا ندخلوا في تحت عنوان الميراث بالتقدير. المهم، وكاين شرط ثالث، انتفاء المانع. انتفاء المانع لازم، لأنه فيه موانع الميراث. بعد الشر ذا كان واحد قتل مورثه قتل عمدي، كما يقرر السادة المالكية والقانون الجزائري تبنى هذا الرأي الفقهي تماما، ماشي مجرد القتل، لا لا القتل لا سمح الله قد يكون قتل خطأ، قتل خطأ، واحد يمشي بالطوموبيل يقتل باباه بعد الشر لا سمح الله، قتله قتل خطأ، كان يصيد تحت رصاصة وراح، هذا قتل خطأ. بالقتل العمدي هو اللي القتل العمد، هذا المذكور في المدونة، مذكور في المعونة، مذكور في الذخيرة. المهم انتفاء المانع. مباشرة يأتي الكتاب الثالث، الباب الثالث في موانع الميراث. شوف الترتيب ما لوجيكا في الذخيرة. شوفوا هذا الباب الأول في أسباب التوارث، الباب الثاني في شروط التوريث، الباب الثالث في موانع الميراث، اذكرهم لك بالتفصيل. الباب الرابع ايه هو؟ في الفروض المقدرة ومستحقيها. الباب الخامس في الحجب إلى غير ذلك، الآن نبقاو مع الباب الرابع. الباب الرابع يتحدث عن الفروض المقدرة، الفروض المقدرة. طبعا الفروض المقدرة هو يقول الفروض المقدرة معنى مفردها فرض، والفرض هو التقدير، يعني يدخل في مسائل لغوية باش يبين المسائل. الفروض المقدرة إيه هي؟ هي الفروض التي نطق بها القرآن والسنة في موضوع الميراث. قرينا الآيات، آية 7 وما بعدها، الآية 11، الآية 12، الآية 176 من سورة النساء، كي قرينا هذه الآيات سمعتوا السدس، الثلث، الربع، وين ذكرها؟ وين ذكرها؟ في القرآن. إذن مقدرة، إذن مفروضة، ربي اللي قال، كي يقول باللي فلان يدي الثلث ولا السدس ولا، ما عندناش خيار ونسخفي ريالة أسنف كاين سيفكا ربي ذوقي، معنى الفرضيس إلا ذقوال ربي نذقوال ننفي صلى الله عليه وسلم ذيني من كون قرص الفريضة. وسمعته في أواخر الآية 11، كي قال ربي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، ذو الفريضة وحنا نقول نسميها الفريضة، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يعني لا تناقش أي علاش السدس علاش الربع علاش، ما خاطك حبيت قرأ تفهم تفهم باللي ربي أعدل العادلين. زيد نأكد بأن علم الفرائض كاين واحد العنوان لطيف جدا وهو أسرار علم الفرائض، ولكن هذا الكلام لا يفهم إلا بفهم جميع الأحكام،
فما كي نبداو تهضر نتفاهموا، نفهموا الاسرار، والا لا نفهم. الاصل هو نطبق الفريضه وخلاص. اين دين ربي كل يون اذيوي اموريس اكنديوسا ذي الفريضه نتشرعيث ادلال ذي القران الكريم اكد السنه ننفي وشبيه صلى الله عليه وسلم. الفرض المقدره في الحقيقه كي نجمعوهم كاين الثمن ان ويتيام، كاين الربع ان كار، كاين النصف ان دومي. شفوا عليه انزل تحت، كاين السدس، السدس ان سيزيام، كاين الثلث، كاين لوانتير، كاين الثلثين يعني دوتير. هذا وكاين باش نفهموها، كاين طريقة الترقي وطريقة التدلي، يا نهبطوا يا نطلعوا. لو كان نطلعوا نقول لك ان ويتيام ثمن ضعفها الربع، ضعفوا ضعفها النصف. ها طلعنا، هذه تسمى طريقة الترقي. الثمن ان ويتيام ضعفها الدبل الربع، ضعفوا ضعفها النصف. نشفوا عليه، هذا يهمنا جدا في استخراج الأصول وإلى آخره وإعمال العلاقات وكذا. والسين السدس أن سيزيام، ضعفها ثلث أن تير، ضعفوا ضعفها الثلثين. لو كان نهبطوا نقول لك اللي هي النصف، نصفها الربع، نصف نصفها الثمن، كيف كيف النوع الثاني الثلثان دوتير، نصفها الثلث، نصف نصفها السدس. هذه هي الفرض المقدرة، بهذه تفريق على الملايير نتاع الاحتمالات في الدنيا. بهذه برك، بهذه فروض المقدرة، لذلك تسمى الفروض المقدرة. القرافي قال لك في الفروض المقدرة ومستحقيها. قبل ما نشرح مستحقيها يبدو الأخ عنده سؤال، تفضل. ويستنى فيكم يا أخي، مازال نوصل لهم نوصله، معليش نجاوبك الآن. إذا كان هو مات في حياة باباه، كي مت باباه هو هذوك اليتامى هل ترى يدي ولا ما يديوش؟ نجاوبك، روح للآية 180 من سورة البقرة. أما القانون روح للقانون 84-11 المادة 169-171-172 بالشرعة هكذا بالقانون هكذا. جاوبتك؟ أما التفصيل لازم الشيخ يزيدنا كاش نص ساعة ما نصليه وشو نديروا هالمسألة. جاوبتك، تحب تفصيل بعد الصلاة إن شاء الله نفصل. إذن الخواء نمسفهم الآن، قالوا مستحقيها، شكون هو اللي يستحقوا أصحاب الفروض؟ هما 12 تزينة، تشفيوا على تزينة، تزينة وأصلها اللغوي القديم في الحضارة الفينيقية اسمها دزينة، دزينة في الحضارة الفينيقية. حنا كي جات عندنا ولات تزينة، يا أخي تزينة هذه هي 12. هذا القوس تقدروا تنحوه، ها ما يهمناش، مسجل راح، معليش يا سيدي اسمحوا لنا احيانا نقول امور هكذا اقواس لتعميم الفائده وكذا من هذا الباب يعني، ولكن حنركزوا على الفرائض وباش نخفف على المخ هذه المسائل الحسابيه الرياضيه الميراثيه، احيانا نديروا هذه اللطائف من هذا الباب. 8 نساء و4 رجال، هذو هما 12، 8 + 4 يساوي 12. نبداو بنسى 8، هذو هما اللي كثير. الاولى الام تيمات، الثانيه الجده، ولكن كي يقول جده من جهه الاب من جهه الام، جده امويه ابويه، يما سم بافاس
نغيمس جماس ثلاثة البنت يلس أربعة بنت الابن يلس نميس ماشي يلس قليسة يلس نميس أربعة خمسة الزوجة الزوجة ستة الأخت الشقيقة والتمس تشقيق من بابه وإمه سبعة الأخت من جهة الأب والتمس فافاس ثمانية الأخت من الأم اللي هي دوميسور اللي هي والتمس يمس هذو هما ثمانية هذو كامل مذكورين في القرآن وفي السنة عندهم النصيب نتاعهم نروحوا للرجال ذكور كاين أربعة كاين نبدأ بالأب الأب هو من أصحاب الفروض وكذلك عنده صفة العاصبة عنده زوج برانس برنوس وبرنوس زوج ولكن دروك نتكلموا على الفروض المقدرة الأب زيد الجد شكون الجد هنا هو الجد العصبي جد صحيح معنى أب الأب ماشي أب الأم لا لا أب الأم يعني فافاس جماس وناس جديس يماس وينا من ذوي الأرحام نقيم كان وكذلك الجد أب الأب وإن على وكاين ثالث إيه هو يتكملوا هي الابن خط نتكلم على أصحاب الفروض ذكرنا الأب ذكرنا الجد أي أخ لأم الأخ من جهة الأم الأخ اللي من جهة الأم لأنه هو الذي يرث كلالة هو الذي يرث كلالة مع أخته الأخ من جهة الأم جماس سيماس هذا من أصحاب الفروض كين الرابع اللي هو الزوج هو ذكرنا الزوجة له وكي تموت المرأة يعني دائما الرجال هم اللي يموتون كي تموت المرأة يجي الراجل يقول لك أنا زوجها قلوا عظم الله أجرك ويدي التركة استقلالية الذمة المالية صافي هذو هما 12 اللي أشار إليهم السادة المالكية في كتبهم منهم الكتاب الذي أشرنا إليه على سبيل التمثيل اللي هو كتاب الإمام القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة في كتابه الذخيرة في الصفحة 141 وما بعدها في الكتاب الرابع الكتاب الرابع تحت عنوان في الفروض المقدرة ومستحقيها الكتاب الخامس الباب الخامس الباب الخامس هو في الحجب بداها برك قال لك الحجب حجبان نوعان حجب إسقاط وحجب نقل المصطلح الفقهي المالكي حجب نقل كاين الاخرين يقول لك حجب نقصان ولكن في الذاخره قال لك هو حجب نقل يعني ما تسمي حجاب ولا حجبوها الحجب الإسقاط مثلا واحد مات وخلى وليده وخلى أخوه الابن هو اللي يدي يورث الأخ الشقيق ما يدي ولا شيء ويجي قنص حجب الإسقاط حجب حرمان يمس يحجب يجمس بني يموت نمس فهم يعني يعميس بقري ورثن خاطر يمس بني يموثن دا عميس بقري ورثن وطبعا بالمناسبة في علم الفرائض لازم التركيز جدا باش نشوفوا الانتساب لافيلياسيون الانتساب بين هذا وهذا وهذا باش نقدروا نخرجوا تشكيلات الورثة وحجب نقل ما معنى حجب نقل معنى نقل وارث من النصيب الأكبر إلى النصيب الأصغر لوجود وارث آخر
عملية نقل مثلا الأم شحال تورث لو كان يموت وليدها ولا بنتها؟ إلا ما عندهمش ذراري هي تورث الثلث، لونتير الثلث، ثلث ثلث كبير. ولكن لو كان وليدها يخلي طفل ولا طفلة تولي تدي السدس. السدس ذكرنا بلي هو السدس هو نصف الثلث، تدي السدس ان سيزيام سي انتير ثوار ان سيزيام في ثلاثة ولا في ستة، أي غير خطر ساعة الدرية. وهذا موجود في القرآن في الآية 11، ربي قال ولأبويه الوالدين لكل واحد منهما السدس ان سيزيام ان سيزيام، إن كان له ولد ما يسعى الدرية وين يموثم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ربي قال كعطي لها لونتير الثلث، إذا خلى 60 مليار، اليوم بغى نبقاو غير مع الملاير مليح الفال هذا، 60 مليار معناه الأم تدي 20 مليار لونتير ثلث. ولو كان يكون عنده أولاد تدي غير 10 ملاير، ولا لا لا ان سيزيام تاع 60 مليار، هذا هو معناه تدي 10 ملاير. صافي واش داها نقل نقل نقلت من النصيب الأكبر إلى النصيب الأصغر لوجود وارث. شكون هو الوارث؟ مشرف القرآن اللي هو الولد. إلى هنا، في تفاصيل أخرى نتكلموا على أصناف الورثة ولكن نكتفي بهذا. راعينا الآن الترتيب اللي راه موجود في كتاب الإمام القرافي، إن شاء الله تجدسي من اللي ثانجاروث كما قال فضيلة الشيخ بعد نهاية صلاة المغرب، هذا هو الدرس الأخير قبل رمضان، نستأنف بعد رمضان إن شاء الله، خطر في رمضان دروس العلمية نخليوها نروحوا لحاجة أخرى إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل ربي بل بارك إن شاء الله في 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 شعبان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يوفقنا لاستثمار شهر رمضان في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.